صباح الخير. احنا النهاردة في ابو غالب الكيلو 58 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بنصور مزرعة 11 فدان. السور بتاعها ده جنب حد بيننا وبين الجار اللي ورانا زرع مانجا، زرع ارضه كلها مانجا، وده السور بتاعه، الحد بتاعه معانا، وهنا الحد الزيتون اللي في الاخر دوت الحد بتاعنا. 11 فدان، عقد ملك نهائي خالص الثمن، ومسجلين شهر عقاري، مسجلين شهر عقاري. هي مزرعة شوية زيتون بس متهملة، بقالها فترة ما بتترواش ولا مفيش عناية، يعني تعتبر أرض فاضية. الزيتون اللي فيها بسم الله ما شاء الله يعني عمره كويس، حرام يتبني ده كله من اول جديد، بس هو الزيتون عايش، يعني الزيتون كويس وبيتروى والله، الميه بيتروى، انا شايفه كويس تمام. مروي اهو، مروي تمام. 11 فدان مسجلين شهر عقاري، وفيهم استراحة ريفي بمخزن. الملوحة بتاعت البير هنا 300 جزء او اقل. المياه هنا حلوة جدا، مياه معدنية، تزرع عليها كل حاجة، عايز تزرع موز ازرع موز. ده مزروع شوية شجر مانجا، وده ليمون تقريبا ليمون، يعني هي المزرعة متهملة برضو. هو ده شجر ايه ده؟ ده برتقان برتقان صيفي. وشوية مانجا، يعني هي المزرعة تعتبر أرض فاضية. الزيتون أغلب الزرع كلها زيتون، شجر الزيتون ده كويس بس الباقي متهمل فيه. دي الاستراحة بتاعتها، استراحة كبيرة بمخزن. احنا في ابو غالب طريق مصر اسكندريه الصحراوي كيلو 58. ده المخزن، وده البيت، في استراحه للعامل في الاخر خالص، ودي مطلوب في الارض 500,000 الفدان. الفدان 500,000، في تفاوض في السعر. السلام عليكم.